قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الإمام الأوزاعي من أتباع التابعين: عليك بآثار من سلف ماذا؟ وإن إيش؟ وإن رفضك الناس. لا تنظر إلى القلة والكثرة، لا تنظر إلى القلة والكثرة، عليك بالحق، عليك بآثار السلف ولو خالفه الناس. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. لا ننظر إلى قول الله: الأكثر يفعلون كذا، الأكثر يقيمون الموالد، الأكثر يقيمون احتفال بالإسراء والمعراج، الأكثر يصومون شهر رجب، الأكثر يفعلون هذه البدع في شعبان. هل الحكم الذي يطبق به الحق يرجع إلى الكثرة والقلة؟ لا والله، يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة والقلة فبالعكس، غالبا الأكثرية هم الذين على غير حق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن لا ننظر الكثرة والقلة أبدا، كثرة والقلة لا قيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم.